فرق موسيقية إفريقية بلوحات فنية ورقصات وأهازيج قدمت من أكثر من 10 بلدان إفريقية لمد جسور التعارف الإنساني بين العمق الإفريقي والمهاجرين الأفارقة ممن انتقلوا إلى المغرب للدراسة أو هربوا من ظروف الحرب والفقر وشظف العيش أملاً في العبور نحو أوروبا قبل أن يصبح المغرب محطة استقرار. واقع بات يطرح سؤال الإدماج الثقافي والإنساني، وهو ما يسعى مهرجان أفريكانو في دورته الثانية إلى تحقيقه عبر الفن والموسيقى. عندما نتعرف على ثقافة الآخر يمكن أن نقبله، وبالتالي يصبح لنا مجتمع يسود فيه مجموعة من القيم، قيم التسامح، قيم التعايش، قيم تقبل الآخر. تعد الموسيقى الإفريقية مهداً لعدة أنماط فنية شهيرة كموسيقى غناوة في المغرب وموسيقى البلوز والجاز التي تحكي مأساة العبيد من التمييز العنصري. تعارف ثقافي ممتد عبر التاريخ، ومن شأن المهرجان وفق منظميه أن يعرف به ويساهم في تحقيق الاندماج الثقافي ونبذ التمييز العنصري. هذا هو المكان الذي يجب أن نكون فيه، ووجودنا في مهرجان كهذا يجعلنا نقول أننا يجب أن نتسامح، وإذا كان السياسيون والقادة قد اتخذوا الخطوة الأولى فعلى الشعوب أن تتبعهم. مشهد الأفارقة من دول جنوب الصحراء بات مألوفاً في المجتمع المغربي، ورغم تسوية المغرب الأوضاع القانونية لأكثر من 25,000 مهاجر إفريقي، يصبح الفن والثقافة صلة وصل إنسانية تكمل عمليات التسوية القانونية. هادوك الافارقه، هادوك الناس، فما بقاوش نشيروا لهم بالاصابع، كانهم واحد لونتيتي اللي غريبه علينا. فهادو اخوان ديالنا، الا فرقنا اللون فما تفرقناش الانسانيه. نحن بحاجه الى الاتحاد واظهار ان امورنا جيده في المغرب. الاندماج المجتمعي الكامل للمهاجرين الأفارقة يمر أيضا عبر خلق ملتقيات فنية وثقافية قارة تتبنى قيم التسامح والانفتاح وتقبل الآخر، وذلك تتويجا لانفتاح المغرب السياسي على العمق الإفريقي، وتتويجا لفتحه الباب للاندماج القانوني لعشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة. فاطمة بوغنبور، الحرة، مدينة المحمدية.